ما هي الأمور في رأيك التي تؤدي إلى الخشوع في الصلاة أو تعمل على الخشوع في الصلاة؟ ما في أمر غير هذا، أمر استحضار وتأثر بتوجيهات الرسول عليه السلام والآيات المذكورة في القرآن، كمثل قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقوله عليه السلام: إن الرجل لا يصلي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها نصفها. ليس هناك يعني أكثر من أن يتجاوب المسلم مع توجيهات الشرع كتابا وسنة، وأن يجاهد نفسه ويستحضر قلبه حتى ينال مغفرة ربه عز وجل.